كم. هذا سائل رمز لاسمه بسين من جازان، يقول: أنا عندي قلق وضيق، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ أيضا أخرى تقول، واسمها أم محمد، تقول: أنا عندي قلق ووساوس منذ سنين طويلة، فكيف أعالج نفسي من هذه الأشياء؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. هذا الضيق وهذا القلق كثر في الآونة الأخيرة بين المسلمين، وسببه البعد عن الله جل وعلا وقلة الذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فلو أن الإنسان ألزم نفسه ذكر الله جل وعلا ولهج بذكره في كل وقت، وتلا كتابه على الوجه المأمور به، وألح بدعائه أن يشرح الله صدره، وجلب الأسباب التي تجعل بيته مأوى للملائكة لا للشياطين، فإن البيت الذي لا تدخله الملائكة لوجود الكلاب والصور وما أشبه ذلك، وكذلك الأغاني والمزامير، فإنه حينئذ يكون مأوى للشياطين. ولا شك أن الشياطين سبب لمثل هذه الهموم وهذه الغموم ومعاشرتها للناس، لا شك أنها شر. يبقى أن الإنسان عليه أن يلهج بذكر الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبذلك يزول هذا الضيق وهذا الحرج. ومن أعظم الأذكار تلاوة القرآن، تلاوة القرآن رتب عليها الثواب العظيم، بكل حرف 10 حسنات. أن يقرأ الإنسان جزء من القرآن بربع ساعة يحصل على 100,000 حسنة، يقرأ جزئين 200,000 حسنة، وهكذا. ويقطع الطريق على الشيطان، لأنه إذا أكثر من ذكر الله فإن الذكر يطرد الشيطان. وكذلك يكثر من نوافل العبادات، يكثر من الصيام، يكثر من الصلاة، يكثر من الدعاء، فيكون قريبا من ربه بذكره وحمده وشكره. نعم.